ليلى اسمعي مني وروحي على الحمام وظبطي شعرك وارجعي، إذا إجا أجي وشافك هيك رح يتضايق كثير ويعصب كمان، يلا بسرعة. روحي. إيه ماشي. كل الأمور محلولة، لا تاكلها. لا لا، نحكي بالتفاصيل بعدين. مو وقتها هلا الأكل. خير في شيء؟ اجينا نحكي معك كلمتين. قولوا. استاذ، عملنا كل الترتيبات بالمطبخ. شوي وبلحقك. طيب. بشوفكم بالبيت، هلا مشغول. دورغا، ليش ما قلتي له شيء؟ ما شفتي بعينك كيف راح بسرعه وممكن ما يوافق يلتقي بليلى من كتر الشغل. ليك، ورح نعمل شغله. رح نبعت له ليلى كرمال يشوفها بالمطبخ، هاد احسن شيء. هي فكره منيحه كثير. لما تطلع من الحمام انا وقتها يلي رح لاقي لها الحل. شعري ما انتزع ولا شيء. شو قصتي؟ ليش بجوع كثير بس اتوتر؟ رح اكل شوية حلو. شو هاد؟ مو معقول يعني انا من غير شيء متوترة لاني كذبت عليهم. هلا طلع لي هذا الرجال كمان. خلص هذا رح اتعامل معه بعدين. بالاول انا بدي اعترف لهم اني قلت لهم اسمي ليلى مو جودان. الكذب ما فينا نبرره. لشو كذب عليهم من الاول؟ لازم روح وقول لهم اسمي قبل ما يعرفوا من حدا تاني. جودان مو ليلى. رح خبر اختي بهذا الموضوع. كمان هي ما عم ترد علي. توسخ القميص. هي شو عملت؟ هي شو هاد؟ الوسخ ما عم يروح كمان. يلا تركيه تركيه، ما بتقدري تعملي شيء. ايه ما بتقدري تعملي شيء هلا. انا رح روح دغري وقبل ما يجي حدا. ليش دائما بصير معي هيك يا ترى؟ ليش؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.